أحسن الله إليكم. هذا الأخ سوداني مقيم بالرياض يقول: ما رأيكم في تأخير الزواج مع القدرة عليه يا فضيلة الشيخ؟ إذا كان لا يخاف على نفسه فلا بأس بتأخير الزواج، ولكن الأفضل أن يتزوج. وأما إذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة أو يتطلع للنساء فإنه يبادر بالزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، إنه له وجاء. نعم.